بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. هل كل الفرق اللي لعبها النادي الأهلي خلال الأربع مباريات اللي كان فيهم فايلر مدير فني كلها فرق ضعيفة؟ الكلام ده بالمناسبة مش أنا اللي بقوله، الكلام ده اللي بيقوله الناس اللي ما بتشجعش النادي الأهلي. النادي الأهلي لعب أربع مباريات، أو بعض الناس اللي ما بتشجعش النادي الأهلي. النادي الأهلي لعب أربع مباريات، لعب مباراتين في البطولة الأفريقية أمام كانو سبورت، فاز هناك بهدفين مقابل لا شيء، وامبارح زي ما حضراتكم شفتوا فاز بأربع أهداف مقابل لا شيء. ده بالنسبة للبطولة الأفريقية. بالنسبة لمباراة الدوري، في المباراة الافتتاحية فاز النادي الأهلي على نادي سموحة بهدف مقابل لا شيء. هل نادي سموحة فريق ضعيف؟ في مباراة السوبر المحلي فاز نادي الأهلي على نادي الزمالك بثلاثية مقابل هدفين. هل ده معناه أن نادي الزمالك فريق ضعيف؟ برضو بالمناسبة للمرة المليون، مش أنا اللي بقول الكلام ده، الكلام ده بيقوله بعض من لا يشجع النادي الأهلي، هم اللي بيقولوا مش أنا. يعني مش أنا اللي طلعت قلت إيه إن أصل فايلر ده ما مش عارف مدرب كذا علشان هو ما لعبش لسه فرق كبيرة. ماشي، ده وجهة نظركم، ولكن أنا بقول إن فريق سموحة فريق جيد جدا. استطاع النادي الأهلي أن يفوز على فريق سموحة بهدف مقابل شيء. بقول إن نادي الزمالك فريق جيد، استطاع النادي الأهلي أن يفوز على نادي الزمالك بثلاثية مقابل هدفين. كل الكلام اللي بيتقال في إطار هذا الموضوع. كانو سبورت بالمناسبة، عايز أقول لحضراتكم إن كانو سبورت طلع فريق من أثيوبيا، فريق قوي، يعني الفريق الأثيوبي الأقوى في أثيوبيا، طلعوا قدام 40,000 متفرج فريق كانو سبورت. ولكن النادي الأهلي الآن يمتلك مجموعة جيدة جدا من اللاعبين بمنتهى البساطة، من غير ما نقول أي كلام والناس تطلع تتكلم في أي كلام. والله أي كلام بيتقال وخلاص، أي كلام. الناس مش عارفة، الناس اللي بتطلع تتكلم هذا الكلام مش عارفة إن هي بتدين نفسها. والله بتدين نفسها. قال لك أصل فايلر لسه لم يتعرض لأي مباريات كبيرة. خلاص انتوا حرين، ماشي، انتوا اللي بتقولوا. إذا كنتوا حضراتكم شايفين نفسكم كده، أو الناس اللي بتتكلم بهذا الكلام، الأهلي مع فريق فلان، بيطلع اسم نادي الزمالك مع فريق فلان، بيطلع اسم نادي المصري مع فريق فلان في الكونفدرالية، بيطلع اسم بيراميدز مع فريق فلان في الكونفدرالية برضو، قرعة. مش عارف بقى هل الناس فاهمة القرعة كويس ولا مش فاهمة القرعة كويس. فالحقيقة كلام كتير جدا، وكلام غير منطقي، وكلام بعيد جدا عن أي شيء. طب ايه؟ معلش، هو بيديني جنيه الفضة. معلش، فجنيه فضة القرعة هي دي، فاكرين القرعة بتاعت زمان؟ ده جنيه الفضة، جنيه فضة تتعمل لها القرعة، بيبقى في ملك وكتابه. زمان كان في ملك وكتابه، فبتعمل القرعه وبتشوف. دي كانت زمان. القرعه دلوقتي بوله وبوله وبوله، ثلاث اربع بولات وبتختار منه. هي دي كره القدم، وهي دي القرعه على فكره في كل العالم، في كل العالم. النادي الاهلي وقع معاه الترجي قرعه في دور الاثنين، عمرها ما بتحصل يعني، لكن لان ده تصنيف وده تصنيف وده شيء وده شيء حاجه تانية. لكن انا بتكلم حتى لو وقع مع النادي الاهلي فريق قوي جدا، قرعه جابت الفرقه قويه جدا مع النادي الاهلي. ممكن القرعه تجيب فريق ضعيف، ممكن تجيب فريق متوسط، ممكن تجيب، دي قرعه في الاخر، دي قرعه يعني، وليست شيء اخر، وليست مؤامره، وليست مؤامره على اي حد ولا على اي شيء. انا هنا بتكلم عن النادي الاهلي، ما بتكلمش على انديه اخرى. فالقرعة هي اللي بتمشي الموضوع، مش حاجة تانية. نظرية المؤامرة، نظرية المؤامرة بيعيش فيها ناس كتير، اوكي، برضو هم حريين. انا مش هتكلم على حد، انا بتكلم على النادي الاهلي. النادي الاهلي كسب فرق قوية خلال الفترة اللي فاتت، ده اخر حاجة هتكلم فيها في هذا الموضوع. مرة تانية، النادي الاهلي كسب فرق قوية وليست فرق ضعيفة. انتوا شايفين الناس اللي بتقول هذا الكلام، او البعض اللي بيقول هذا الكلام، شايفين ان حضراتكم فرق ضعيفه؟
انتوا حرين، احنا ملناش علاقة. احنا دايما بنستعد لكل الفرق بشكل يتناسب مع قوة الفريق اللي قدامنا وبشكل محترم. هو ده اللي احنا دايما بنعمله، وهو ده اللي احنا دايما متعودين عليه، وهو ده اللي احنا عارفينه طول عمرنا من 1907 وحتى الآن. احترام المنافس شيء مهم جدا جدا جدا. ان انت تقول على نفسك ان انت فريق ضعيف، انت حر، دي حاجة بتاعتك مش بتاعتي وما تخصنيش. فالنادي الاهلي عمل مباراة حلوة امبارح، النادي الاهلي عمل مباراة حلوة امبارح. هتيجي تاخده الجنيه طيب ولا خليه معايا؟ ماشي ماشي ماشي. فالنادي الاهلي عمل مباراة جيدة جدا امبارح، كان هناك مكاسب كثيرة جدا جدا في هذه المباراة. من ابرز هذه المكاسب، وبالمناسبة عشان اللي هقوله الفترة اللي جاية هيحصل، هتشوفوه هيحصل بعد كده، يعني اللي هقوله لكم في بعد ما نشوف التقرير مكاسب النادي الاهلي في هذه المباراة، هقول لكم على موضوع هيحصل، هتشوفوه هيحصل الثلاث اربع ايام اللي بعد كده. خلينا بس الاول نطلع نشوف تقرير عن اهم مكاسب النادي الاهلي في مباراة كانو سبورت، وهنرجع نتكلم عن موضوع مهم جدا جدا جدا، هتشوف ايه اللي هتكلم مع حضراتكم فيه علشان اقوله من دلوقتي، لانه هيحصل بعد الاسبوع اللي جاي، هيحصل بعد الاسبوع اللي جاي. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم. حقق الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي العديد من المكاسب بعد الفوز على كانو سبورت بطل غينيا برباعية نظيفة في إياب دور الاثنين والثلاثين لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، أو كما يقولون في الأمثال ضرب عصفورين بحجر واحد. واصل المارد الأحمر انتفاضته بالبطولة الإفريقية وحقق انتصاره الرابع على التوالي في المسابقة بعد الفوز على إطلع برا بطل جنوب السودان ذهابا وإيابا، ثم كرر الفوز على كانو سبورت في غينيا الاستوائية وبرج العرب ليحجز مقعدا في منافسات دور المجموعات بالبطولة القارية للمرة 17 في تاريخه. من المكاسب التي حققها الأهلي من انتصاره على كانو سبورت الخروج بشباك نظيفة في بطولة دوري الأبطال للمرة الرابعة على التوالي في ظل تألق من خط الدفاع وحارس المرمى. استمرار في الرباعيات، نجح الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر في تحقيق الفوز الرابع له مع الأحمر منذ توليه المهمة خلفا للأوروغواياني مارتي لاسارتي المدير الفني السابق للأحمر، حيث حقق فايلر الفوز على كانو سبورت ذهابا وإيابا، وحقق لقب السوبر المحلي على حساب الزمالك قبل أن يفتتح مشوار رحلة الدفاع عن لقب الدوري بالفوز على سموحة بهدف من دون رد. من المكاسب التي خرج بها الأهلي وجهازه الفني من المباراة تطور مستوى اللاعبين داخل الفريق دفاعيا وهجوميا، بالإضافة إلى الأداء البدني المميز طوال 90 دقيقة ونجاح سويسري فايلر في إعادة البريق الهجومي للفريق الذي خفت مع المدرب السابق، بخلاف التنوع الخططي للمدرب السويسري والجمل التكتيكية الواضحة. هذا بخلاف المستوى الطيب لعدد كبير من اللاعبين البعيدين عن المشاركة مثل محمود وحيد الذي قدم مستوى طيب، بالإضافة إلى الدبابة المالية أليو ديانج الذي كان مفاجأة فايلر للجميع في مباراته الأخيرة، حيث قدم أداء ولا أروع استحق أن يكون رجل اللقاء بتحركاته الواعية وتمريراته الدقيقة الحاسمة، ليضع الجهاز الفني في حيرة بسبب كثرة اللاعبين الجاهزين والمنافسة المشتعلة بينهم من أجل نيل ثقة المدرب لضمان التواجد في التشكيلة الأساسية للمارد الأحمر خلال الفترة المقبلة. طيب أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. الموضوع اللي أنا هتكلم فيه مع حضراتكم دلوقتي موضوع مهم جدا، وهتشوفوه بيحصل خلال الفترة اللي جاية، وهتشوفوا الكثير من ما دايما أنا بسميهم كده الناس اللي ما بتشجعش النادي الأهلي، الناس اللي ما بتشجعش النادي الأهلي. طيب احنا شفنا في مباراة امبارح وزي ما حضراتكم شفتوا في التقرير ان من اهم مكاسب النادي الاهلي مثلا ان احنا عندنا دلوقتي محمود وحيد بيلعب باك ليفت، وعلي معلول بيلعب باك ليفت. علي معلول افضل ظهير ايسر في افريقيا، محمود وحيد واحد من افضل اللاعبين في النادي الاهلي في هذا المكان،
وفي مصر من وجهة نظرنا. الناحية التانية عندك أحمد فتحي ومحمد هاني، الاثنين أفضل من بعض. أحمد فتحي قوة كبيرة جدا جدا، وتقدر تقول زي ما تقول عن أحمد فتحي، ونفس الكلام بالنسبة لمحمد هاني. عندك في وسط الملعب أليو ديانج، حسام عاشور، حمدي فتحي، وعمر السولية، أربع لاعبين عايز المفروض يلعب منهم اثنين فقط. عندك في الجزء الأمامي عندك وليد سليمان، عندك مجدي أفشة، عندك صالح جمعة، عندك وليد أزارو، صلاح محسن، مروان محسن لما يرجع بالسلامة. ناحية الشمال عندك رمضان صبحي، عندك جونيور أجاييه، عندك حسين الشحات، عندك لاعبين كتير جدا، أحمد الشيخ، عندك لعيبة كتيرة جدا. طبعا في قلب الدفاع حدث ولا حرج، عندنا خمس أو ست لاعبين منهم محمود متولي مصاب، لكن عندك رامي ربيعه، ايمن اشرف، سعد سمير الحمد لله رجع من الاصابه بالمناسبه، ايضا محمد محمود بينضم لهذه القائمه اللي انا اتكلمت فيها مع حضراتكم، وسعد سمير مع ايمن اشرف مع رامي ربيعه مع ياسر ابراهيم مع محمود متولي. طيب الكلام اللي انا بقوله ده او عدد اللاعبين اللي انا قلتهم دول حوالي 30 لعيب او 28 لاعب، وعندك شريف اكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي في حراسه المرمى. هو يوم الاربعاء كم واحد هيلعب؟ ايوه ردوا عليا يا جماعه، كم واحد هيلعب؟ 11 مظبوط. وكم واحد هيقعد على دكه البدلاء؟ سبع لاعبين هيقعدوا على دكه البدلاء، صح؟ يعني 18، يعني في 10 لاعبين هيكونوا خارج القائمه، وسبع لاعبين من اللي انا قلت لحضراتكم عليهم، يعني احمد فتحي مثلا ومحمد هاني واحد بس اللي هيلعب فيهم، علي معلول ومحمود وحيد واحد بس اللي هيلعب فيهم، أليو ديانج وحسام عاشور ومحمود وحمدي فتحي وعمرو السولية اثنين هيلعبوا من الاربعه. نفس الكلام بقى بالنسبه لكل الناس. طيب ايه اللي هيحصل بقى الفتره اللي جايه؟ وانا بقوله لحضراتكم عشان تاخدوا بالكم، اللي هيحصل ان، وبالمناسبه ما هي اي لعيب مش هيلعب من حقه ان هو يزعل، يزعل الزعل الايجابي، الزعل اللي هو دايما يخليك بتنتظر اي شيء عشان تلعب، للي مش هيلعب يعني، ولكن اللي هتسمعوه بقى الفتره اللي جايه. اصل لعب مثلا احمد فتحي وما لعبش محمد هاني، او لعب محمود وحيد وما لعبش علي معلول، يقول لك ايه؟ اصل علي معلول زعلان جدا ان هو ما بيلعبش واتخانق مع فايلر. خدوا بالكم من الكلام اللي هيحصل الفتره اللي جايه. اصل احمد فتحي لعب فمحمد هاني متضايق قوي وزعلان ان هو احمد فتحي لعب وهو ما لعبش. اصل وليد سليمان متضايق فعشان مجدي قفشه ما لعبش ووليد سليمان لعب فمجدي قفشه متضايق من وليد سليمان. شريف اكرامي جاهز دلوقتي لعب المباراه اللي جايه ومحمد الشناوي ما لعبش، يقول لك اصل، هتسمعوا بقى ان الخناقات كترت، وان اصل الناس مش عايزه تلعب، وان الناس عايزه تلعب، كل اللاعبين عايزين يلعبوا. محدش في النادي الاهلي بيشتغل موظف. محدش في النادي الاهلي او لاعبي النادي الاهلي بيشتغل موظف، لا، هم لعيبه كوره وراهم 60 70 مليون واحد بيشجعوهم. فهم عارفين كويس جدا ان اي واحد فيهم مش هيلعب لازم يموت نفسه ويثبت من خلال التمرين ان هو لازم يرجع يلعب تاني. فاللي حضرتك هتسمعه الفتره اللي جايه ايه؟ في بعض الامور او في بعض من بعض الناس اللي ما بتشجعش النادي الاهلي يقول لك ايه؟ اصل فلان اتخانق مع فلان عشان ما بيلعبش، واصل فلان دخل في فلان جامد جدا عشان عايز مش عارف ايه. الحاجات بقى اللي حضراتكم بتسمعوها، بصوا انا بقولها لكم من امتى؟ النهارده كام؟ النهارده 29/9/2019. انا بقول لكم الكلام ده لانه احنا عندنا مباراه يوم الاربعاء، 18 لاعب هيبقوا في القايمه، وفي 10 بره القايمه، في 10 بره القايمه، وال 18 دول 11 هيلعبوا وسبعه هيبقوا موجودين على دكه البدلاء. في حين دلوقتي ان انت في النادي الاهلي ممكن وانت قاعد كده تقعد وتريح وتختار اي اسم او اي 11 اسم هتبقى ساتسفايد او مبسوط او راضي من جواك كمشجع لنادي الاهلي ان ال 11 دول يلعبوا. من ابرز المكاسب بالمناسبه دي اللي حصلت، ان احنا لما شفنا أليو ديانج امبارح، لما شفنا محمود وحيد امبارح، لما شفنا حسين الشحات امبارح، لما شفنا وليد سليمان امبارح، لما شفنا بقيه اللاعبين امبارح،
اطمننا اكتر كجمهور النادي الاهلي، اطمننا ان احنا عندنا مدير فني بيحكم بالعدل او بيلعب بالعدل، وهو ده المهم في كرة القدم، المهم العدل. فاللي حضراتكم هتسمعوه خلال الفترة اللي جاية، الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم ده هتسمعوه كتير الايام اللي جاية، لان احنا عندنا مباراة يوم الاربعاء ومباراة يوم السبت، وبعد كده الدوري هتوقف شوية ومعسكر المنتخب، وبعد كده نرجع على مباراة اعتقد نادي الزمالك يوم 19/10. فانت داخل على مباراة هي مع المنافس التقليدي للنادي الاهلي، مع المنافس التقليدي للنادي الاهلي اللي هي بعد يوم 19 ان شاء الله. فبالتالي هتلاقي التكسير بيحصل من دلوقتي، اي حد عايز يزرع فتنه في النص كده، يحط فتنه هنا فتنه هنا فتنه هنا، علشان ايه؟ الناس تبتدي يجي لها احباط، يجي لها تقلق من الفريق. ولكن اللي عايز اطمن حضراتكم واقوله لحضراتكم من خلال ملعب الاهلي، ان فريق النادي الاهلي 30 لاعب على قلب رجل واحد، الكل بيحاول يتمرن ويبذل اقصى مجهود في التمرين، وفي النهايه الاختيار بيبقى للمدير الفني، الاختيار بيبقى للمدير الفني. المدير الفني هو اللي بيختار، بيقول احمد فتحي هيلعب او مش هيلعب، محمد داني هيلعب او مش هيلعب، معلول هيلعب او مش هيلعب، محمود وحيد هيلعب او مش هيلعب. هو دلوقتي مطمن ان اي حد فيهم هيلعب هيبقى كويس. هو دلوقتي حضراتكم لما شفتوا محمود وحيد امبارح اطمنتوا ولا ما اطمنتوش؟ حضراتكم لما شفتوا اليو ديانج وحسام عاشور امبارح اطمنتوا ولا ما اطمنتوش؟ حضراتكم لما شفتوا حسين الشحات ووليد سليمان واحمد الشيخ اطمنتوا ولا ما اطمنتوش؟ لما شفتوا وليد ازارو وصلاح محسن لما نزلوا عملوا ايه في الملعب؟ وليد ازارو نزل عمل جون، صلاح محسن جاب جون وضيع جونين، اطمنتوا حضراتكم شويه؟ مستوى الفريق اقل من النادي الاهلي ده 100%، انا بقوله مع حضراتكم، ولكن كرة القدم لا تعترف الا بالمجهود داخل الملعب. زي ما قلت لكم قبل كده، احنا لعبنا فرق اقل مننا بكتير واتعادلنا معاهم او اتغلبنا. فدايما دايما نبقى واخدين بالنا من اللي هيحصل الفتره اللي جايه، وانا بقوله لكم اهم، انا بوثق الموضوع يوم 29/9. انا بقول لحضراتكم اهو ان احنا الفتره اللي جايه هنبقى مقدمين على بعض الامور اللي ما ينفعش، او اللي هتسمعوا منها كلام كتير جدا جدا جدا. اصل فلان ما بيلعبش، اصل فلان لو يبوزوا، اصل فلان متضايق. بالمناسبه طبعا كل الكلام اللي بيتقال ده او هيتقال، انا بقوله اهو هيتقال، كل ده غرض منه شيء واحد فقط، وهو ضرب استقرار النادي الاهلي، او ضرب استقرار الفريق الاول في النادي الاهلي. بالنسبه للفرقه، كابتن سيد عبد الحفيظ قافل على الناس كويس جدا، وعارف كويس جدا ايه اللي بيحصل، وبيدايما لما بنيجي نسال الكابتن سيد يقول لك احنا كلنا على قلب رجل واحد، لما بنيجي نتكلم مع اللاعبين يقول لك احنا كلنا على قلب رجل واحد، واللي يلعب يلعب. فالفتره اللي جايه هتلاقوا من الكلام ده كتير. ليه؟ لان انت داخل على مباريات ورا بعض ومباريات صعبه، بعد كده هتلعب في البطوله الافريقيه كمصنف، اربع فرق هتبقى مصنفه تصنيف اول في بطوله دوري ابطال افريقيا، الاهلي طبعا هيكون منهم. فداخل على مباريات صعبه وادوار في البطوله الافريقيه اصعب، ومباريات اصعب في الدوري، هتلعب الانتاج الحربي يوم الاربعاء ان شاء الله، وبعد كده يوم السبت هتلعب اسوان في اسوان الساعه 3:30 الظهر، بعد 3 ايام او اقل من 3 ايام من المباراه اللي هتكون لعبتها ان شاء الله يوم الاربعاء القادم. وبالتالي تدخل على مباريات كتيره ورا بعض، داخل على مباريات صعبه جدا ورا بعض. فالكل بيحاول ان هو من دلوقتي يضرب استقرار النادي الاهلي. فانا بس بحذر ان الكلام ده حضراتكم هتسمعوه، لما تسمعوه ابقوا بصوا كده على التليفونات، او بصوا على اللي بيتكلم او كذا او كذا، وتعرفوا ان تضحكوا كالعاده. احنا اتفقنا احنا مش عايزين ننرفز نفسنا، مش عايزين لا، خلي اللي يتكلم يتكلم واللي يقول يقول، واحنا لما بيبقى في حاجه بنقول لحضراتكم على طول، لما بيبقى في حاجه بنطلع وبنقول لحضراتكم على طول، لان هو ده الاهم، ان جمهور النادي الاهلي يبقى عارف كل ما طبعا اللي مصرح بيه، او اللي احنا من المفترض ان احنا نتكلم حضراتكم هنقوله. فالحاجات اللي احنا بنقولها
صدقوني حتى لو في اي حاجه بنقولها بنطلع نقولها او نلمح عليها. عشان كده بقول لحضراتكم الفتره اللي جايه جمهور النادي الاهلي كالعاده، مش الفتره اللي جايه يعني، لكن دائما ما يكون جمهور النادي الاهلي هو حمى الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي وكل الالعاب الاخرى. وكل الالعاب مش كره القدم بس، ولكن بما اننا بنتكلم على كره القدم بس هنا. فدايما جمهور النادي الاهلي هو الحامي الاول لفريق النادي الاهلي، ودايما هو اللي بيبقى واقف قدام كل الهجمات اللي هتحصل واللي حصلت من 1907 وحتى الان. الهجمات اللي الناس اللي بتطلع تقعد تتكلم وتحاول تزرع فتن ما بين اللاعبين. طيب ده برضو كان موضوع عايز اتكلم فيه مع حضراتكم، لكن برضو في موضوع تاني. علشان احنا عندنا النادي الاهلي عنده ثلاث مدربين اهلاوية او خرجوا من النادي الاهلي ماسكين فرق اخرى. كابتن مختار مختار ماسك الانتاج، الكابتن عماد النحاس ماسك المقاولين، الكابتن علي ماهر ماسك امبي. فاكرين نغمة كل سنة اللي بتتقال؟ نغمة كل سنة، كل سنة النغمة دي بتطلع وبتتقال والناس بتقعد تتكلم فيها ويقعدوا يحرطوا فيها ويعيدوا فيها ويزيدوا فيها ويعملوا عشان يضغطوا على المنافسين اللي هيلعبوا الأهلي يعني. فكل مدير فني نفسه يكسب النادي الأهلي حتى لو ابن داء يعني مزروع جوه النادي الأهلي، ولكن كل مدير فني في الدوري المصري، بما اننا بنتكلم عن الدوري المصري، كل مدير فني في الدوري المصري غرضه ان هو ممكن السنه كلها ما يعملش اي حاجه ويكسب النادي الاهلي. هو كده، ده اللي احنا كنا دايما حاطينه في دماغنا. انا لعبت في انديه اخرى غير النادي الاهلي، فبقول لحضراتكم اللي احنا دايما كنا بنشوفه وكنا بنسمعه. عماد النحاس بالمناسبه كسب الاهلي السنه اللي فاتت. علي ماهر قبل كده خرجنا من الكاس. كابتن مختار اتعادل مع النادي الاهلي في ظل ظروف صعبه او في اوقات صعبه. فانا بتكلم تحت برسو، انا النهارده قلت حاجه اتكلم مع حضراتكم في اللي هيحصل الفتره اللي جايه، لان هو في ناس دماغها مش في الكوره، في ناس دماغها مش في الكوره في الملعب، لا، في ناس دماغها دايما ان هي خبط في النادي الاهلي من اي حته، خبط في النادي الاهلي من هنا، خبط في النادي الاهلي من هنا، بس المهم طلعوا المدير الفني واللاعبين بره تركيزهم من الكوره. عايزينهم يطلعوا بره تركيزهم من خلال بره كره القدم. لان انا لو لعبتهم كوره فنيا هكسبهم ان شاء الله بعد اذن ربنا طبعا. هكسبهم. النادي الاهلي هو الافضل، الا لو كان في شيء بقى ربنا مش رايد يعني. لكن طول ما انا في الملعب هكسب ان شاء الله يعني. فهو دايما يقول لك ايه؟ خرج اللعيبه دي وخرج المدير الفني بره اللعب، بره الكوره يعني. هات لهم كلمه من هنا، فتنه من هنا، اصل مش عارف مين اتخانق مع مين، اصل فلان ده بيلعب الفتره اللي فاتت وده ما بيلعبش الفتره دي، فخبط في فلان عشان ده يخبط في ده والدنيا تولع. هي دي الاساليب اللي دايما بيمشوا بيها الناس اللي ما بتشجعش، او بعض من الناس الحقيقه مش كلهم، بعض من الناس اللي ما بتشجعش النادي الاهلي. فخدوا بال حضراتكم من هذا الموضوع برضو في اطار المواضيع الاستباقيه، احنا بنستبق اللي هيحصل خلال الفتره القادمه. هرجع برضو اتكلم مع حضراتكم في اخر موضوع عايز اتكلم فيه معاكم، وهو موضوع هام جدا جدا خاص باللاعب صالح جمعه. هتكلم معاكم عن صالح جمعه، ولكن خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع نتكلم عن صالح جمعة. دايما في الحياة اللي احنا عايشينها في كرة القدم، عشنا حياة طويلة جدا جدا في كرة القدم. في كرة القدم عمرنا ما شفنا نادي بيبقى عنده مشكلة مع لاعب مثلا. خلال الفترة اللي فاتت برضو الواحد لعب كتير جدا في كرة القدم، مش أنا وغيري، كلنا لعبنا وكلنا شفنا، مفيش نادي في العالم بيقف على حد،
مفيش نادي في العالم بيقف على لاعب، اللاعب دايما هو اللي بيبقى محتاج النادي. اي نادي في العالم هو اللي بيعمل اسم اللاعب، خصوصا لما بتبقى في نادي باسم وحجم وجماهيريه النادي الاهلي. النادي الاهلي دايما هو اللي بيعملنا، انا كلنا اي حد فينا لعبنا في انديه كتير، لكن اسم النادي الاهلي او مجرد ان انت بتبقى لاعب في النادي الاهلي بيوديك في حته تانية من الناحيه الجماهيريه، والناس كلها بتبقى مهتمه بيك، والناس كلها بتبقى عايزه تشوفك بتعمل ايه، والناس كلها عايزه تعرف انت بتعمل ايه. النادي الاهلي معروف دائما باشياء كثيره جدا، من اهم هذه الاشياء الالتزام، الاخلاق، المبادئ، الالتزام داخل الملعب. الالتزام داخل الملعب. اي لعيب، وشفنا كتير خلال الفترات اللي فاتت، اي لعيب في الدنيا جه النادي الاهلي واحسن لعيب في العالم وغير ملتزم بتبقى عنده مشاكل مع جمهور النادي الاهلي ومع اداره النادي الاهلي. بيتم تقويم اللاعب في اي اتجاه، في اي من النادي الاهلي دايما بيحتضن الناس، بيحتضنهم خصوصا لما بتبقى لعيب عندك ملكه او عندك مهاره، مش النادي الاهلي بقى بس اللي بيستفيد منها، ممكن مصر كلها تستفيد منها. انت بقى كلاعب عليك دور مهم جدا جدا جدا. مجرد ان انت موجود في النادي الاهلي، مع احترامي لكل الانديه ومع تقديري لكل الانديه، انت في حته تانية خالص. واللي فات مش زي اللي جاي. انا بتكلم لاي لعيب كوره في الدنيا. كره القدم عمرها قصير، واللي فات ما بيبقاش زي اللي جاي. فحاول على قد ما تقدر ان انت تدي نفسك او تدي النادي اللي انت بتلعب باسمه، خصوصا لما يبقى باسم النادي الاهلي وجماهيريه النادي الاهلي، تدي له كل اللي مطلوب منك وزياده. كل اللي مطلوب منك وزياده تقدر تعمله اعمله. صالح جمعه من امهر اللاعبين اللي انا شفتهم في حياتي، من افضل ومن اطيب الاشخاص اللي انا شفتهم في حياتي، بالمناسبه من الناس القريبه مني، يعني هو اصغر مني بكتير لكن من الناس القريبه مني، بشوفه وبقعد معاه وبنتكلم مع بعض كتير. فصالح واحد من امهر اللاعبين اللي موجودين في مصر، والكلام ده انا قلته كذا مره قبل كده. صالح اتاخر على التمرين، انا ما اعرفش اتاخر ليه، انا ما اعرفش اتاخر ليه، لكن مجرد ان انت اتاخرت عن التمرين ولو دقيقه واحده، ده بالنسبه لجمهور النادي الاهلي وبالنسبه للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره وبالنسبه لاداره النادي الاهلي شيء غير مقبول، شيء غير مقبول. وبالتالي في التوقيت ده تحديدا يجب ان يتم توقيع عقوبات عليك. لكن اللي انا بقوله لحضراتكم وبطمنه لحضراتكم ان صالح جمعه من اللاعبين الملتزمين، او من المفترض ان هو بقاله فتره ملتزم جدا. ايه اللي حصل واتاخر ليه؟ حاجه تخصه، لكن في النهايه ممكن يكون تعبان، ممكن يكون مريض، ممكن يكون اي حاجه، لكن في النهايه هو اخطا علشان جه متاخر. فكل اللي بنطلبه من صالح خلال الفتره اللي جايه الالتزام، الالتزام، الالتزام. وصالح جمعه لما هيبقى في الملعب زي ما انتم شفتوا او زي ما حضراتكم شفتوا خلال الفتره اللي فاتت، النادي الاهلي دايما بيستفيد منه. وانا متخيل ان في ظل القياده الفنيه الجديده لمنتخبنا الوطني كابتن حسام البدري ممكن نلاقي اسماء جديده، لانه هو عايز يوري الناس ان في اسماء جديده، فممكن جدا يبقى في اسماء جديده. فكل اللي بنطلبه من صالح جمعه، من فضلك يا صالح، ودي رساله شخصيه او نصيحه شخصيه مني انا، مش من حد يعني، ولا اعتبرني مش موجود في القناه، انا لو كنت كلمته في التليفون كنت هقول له الكلام ده. بغض النظر عن انت جيت متاخر ليه، ولكن الالتزام هو الطريق الوحيد الى قلوب كل جمهور الاهلي. او كمان غاب عن تدريب المستبعدين مش اتاخر. فمجرد غيابك عن التدريب ده معناه عدم التزام، وبالتالي يستحق عقوبه. وبالفعل كابتن سيد عبد الحفيظ وقع عقوبه على صالح جمعه، واتنشرت في كل حته واتقالت في كل حته على حسب اللائحه اللي موجوده. هو ده النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي. ولكن انا بصفه شخصيه، بصفه شخصيه بحب صالح جمعه جدا،
وبشوف ان هو واحد من افضل اللاعبين في مكان اللي بيلعب فيه، وان احنا محتاجينه خلال الفتره اللي جايه كنادي اهلي وكمنتخبنا الوطني. من فضلك يا صالح، مش عايزينك تغيب تاني الفتره اللي جايه، عايزينك تبقى ملتزم في الملعب. كل جمهور النادي الاهلي بيحبك وبيقف معاك، ولكن اذا كنت ملتزم وكنت التمرين الساعه 9 من الساعه 8:30 9 الا ربع زي ما كنا بنشوف اللعيبه الكبار كلهم كانوا بيبقوا كده. كل اللعيبه الكبار اللي وصلوا في العالم كله، شوف رونالدو. رونالدو دلوقتي انا قريت له حديث قريب، قال انا عندي 34 سنه ولكن وعملت كل حاجه وخدت كل حاجه، خدت كاس العالم وكاس اوروبا وعمل كل حاجه، عمل كل حاجه في الدنيا، ولكن بيقول لك انا حاسس ان انا لسه ما عملتش حاجه وان انا ببدا حياتي من جديد، وهو عنده 34 سنه. هو ده التفكير اللي الناس عايزه صالح يفكر بيه. خلي بالك يا صالح، العمر بيعدي، وفجاه فجاه هتلاقي العمر عمر كره القدم، يعني انا اسف، عمر كره القدم ربنا يديك الصحه والعمر وتفضل طول عمرك موجود، ولكن انا بتكلم في كره القدم. العمر فجاه بتلاقي كره القدم انتهت، انتهت خلاص، محدش بيبص لك. فخلي بالك، نادي الاهلي محتاجك، بلدك محتاجاك، ولكن ان تكون ملتزما افضل عشان توصل لكل قلوب الاهلاويه. وبالمناسبه انت كمان محتاج ان انت تصنع تاريخ لنفسك تفتخر بيه بعد كده، تفتخر بيه، تقول انا عملت وخليت، انا جبت بطوله كذا، انا عملت بطوله كذا، انا كذا انا كذا انا كذا. فحافظ على نفسك، لان الناس كلها بتحبك والناس كلها نفسها تشوفك افضل لاعب في هذا المكان. ودي يعني نصيحه شخصيه مني، ما لهاش علاقه باي حاجه خالص خالص، انا مجرد ان انا قريت الخبر حبيت بس ان انا، لان انا بحب اللاعب ده وبحب طريقه لعبه، وشايف ان هو مع التزامه كان عامل ازاي الفتره اللي فاتت. فمن فضلك كمل في طريق الالتزام، لان النادي الاهلي عمره ما بيقف على حد، عمره ما بيقف على حد. طيب، دي كانت الاخبار اللي عايز اتكلم فيها مع حضراتكم، او دي كانت المواضيع اللي انا عايز اتكلم فيها مع حضراتكم النهارده. عندي ثلاثه من نجومنا الكبار، النجم الكبير كابتن ابراهيم عبد الصمد، والنجم الكبير الكابتن شريف، كابتن ماهر همام الاول عشان هو قال لي المره اللي فاتت، كابتن ماهر همام النجم الكبير الكابتن ماهر همام، والنجم الكبير الكابتن شريف عبد المنعم. الكابتن ماهر قال لي، وكابتن شريف اللي قال لي بالمناسبه، كابتن شريف قال لي انا اصغر من الكابتن ماهر بشويه يعني، فخلاص بما ان الكابتن شريف هو اصغر المتواجدين الكابتن شريف عبد المنعم، يبقى الكابتن ابراهيم عبد الصمد، كابتن ماهر همام، كابتن شريف عبد المنعم بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار، النجم الكبير الكابتن ابراهيم عبد الصمد. ازيك يا كابتن ابراهيم؟ ازيك يا كابتن اسلام، حضرتك ايه؟ كله تمام الحمد لله. النجم الكبير كابتن ماهر همام. ازيك يا كابتن ماهر؟ ما بغلطش اهو، يوم واحد فات. كابتن شريف اصغر؟ ها يوم انا اكبر منه والله، عمال بس يقول لك انا اصغر اصغر اصغر. ازيك يا كابتن شريف؟ ازيك يا كابتن، شرف ومنور. كله تمام الحمد لله. كابتن ابراهيم، خليني ابدا مع حضرتك الاول عن تقييمك لاداء النادي الاهلي في مباراته الاخيره امام كانو سبورت اللي كانت امبارح. الحقيقه انا بحيي المدير الفني الحقيقه، النظر اللي هو التدوير اللي هو بيعمله للعيبه، والتنافس اللي هو خلقه بين مجموعه اللعيبه، وحته ان هو ادى طبعا، يعني كلنا عارفين ان المستوى الفرقه المنافسه قليله، فادى الفرصه لكل اللعيبه اللي ما كانش ليها حق التواجد الفتره اللي فاتت، ادهم الفرصه الكامله انهم يلعبوا الماتش الافريقي الاخير، والحقيقه ادوا اداء اكثر من رائع. الشوط الاولاني يمكن يعني كان اطمنوا للنتيجه شويه، انما واضح ان في حاجه حصلت بين الشوطين. الشوط الثاني عملوه اكثر من رائع، والتعاون كان مثمر جدا بين كل اللعيبه، وجابوا مجموعه من الاهداف اكثر من رائعه، وتنوعت الاهداف من بين الاجناب ومن بين العمق ومن بين التعاون المثمر بين اللعيبه، وفي جمل اتعملت من ناحيه اليمين، ويعني في انقاذ ذات للمجموعه كلها.
انهم بيدوا للناس اللي هي 100% هي اللي تحط الاجوان. الحقيقه اجاي جاب جون جميل من كره عاديه من محمود، الحقيقه برده اكتشاف الحقيقه أكثر من رائع، وكلنا كنا بنطالب إن هو يلعب بس علي معلول موجود. فالحقيقة كثرة اللاعبين بتخلي حتة التنافس بينهم أكثر من رائع، وكويس إن هو خلى مجموعة اللعيبة دي تلعب. التمارين بعد كده هتبقى فيها تنافس شديد، وده كله في مصلحة الفرقة. الحقيقة بيأدي أداء جيد جدا، وحتة التدريب بين اللعيبة أنا بشجعه عليها، وأنا يمكن طلعت معاك قبل كده وقلت لازم ندي فرصة للناس المجموعة اللي ما بتلعبش عشان يبقى يحصل التنافس بين اللعيبة. الحقيقة ماشي بخطى جيدة جدا سواء في أفريقيا سواء في الدوري، ونتمنى إن شاء الله بإذن الله على يده إن شاء الله نحقق نتائج كويسة ونحقق موسم جميل بإذن الله. كابتن ماهر، الناحية الدفاعية كانت امبارح في النادي الأهلي، ايه رأيك فيها على الرغم ان لم يكن الهجوم بتاع فريق كانوا سبورت قوي، ولكن وجهة نظري الناس كانت كتير واقفة بشكل كويس؟ يعني هو الناحية الدفاعية يا اسلام عامة بتبدأ من قدام، يعني واضح ان في فكر جاي بيه مستر فولر للنادي الأهلي، وشايفين المدرسة جديدة بصراحة. يعني احنا شايفين ان حركة اللاعبين في الملعب، في انتشارهم، في الجمل التكتيكيه اللي بيشتغلوا عليها من ناحيه التدوير اللي اتكلم عليه الكابتن ابراهيم، في بعض المدارس بتبقى جايه عايزه تثبت بس، يعني ثبات التشكيل وليه 14 15 واحد بس اللي بيتحرك فيهم، لكن واضح ان الراجل ده عنده جرأه زي ما انت قلت يا اسلام، كمان عنده شفافيه وعنده عداله في التوزيع بشكل كبير، يعني مدي كل اللعيبه، مديها حريتها، مديها راحتها، تحس ان لعيبه النادي الاهلي مرتاحه، كل اللعيبه. يعني هو كسبان 4 مباريات منها مباراة أفريقية، مباراتين أفريقيين والسوبر، ثم مباراة الدوري العام. واضح إن اللعيبة في الأربع مباريات التشكيل متغير بشكل كبير في بعض العناصر وبعض الأماكن. شكل وأداء لعيبة النادي الأهلي كمان تحس إن في سعادة، في ارتياحية، في تأقلم بشكل كبير جدا مع الرجل. وأنا عايز أقول لك حاجة يا إسلام، دي ميزة المدير الفني أو الكوتش اللي عنده شغل، انك انت بسرعه بيبان العامل النفسي، بيبان ناحيه اتجاه اللاعبين. أيوة. بتبان الثقه اللي بينه وبين اللاعبين، بيبان الاداء، بيبان التكتيك، بيبان المرونه التكتيكيه، بيبان التحرك اللي من غير كوره. فالراجل بصراحه واضح انه عنده ثقه بشكل كبير جدا في شغله وادائه، والثقه دي انعكست على اداء النادي الاهلي في الاربع مباريات السابقه. ده بيطمن طبعا جمهور النادي الاهلي كمان ان الفرقه بقى لها شكل بشكل كبير. الثلاث خطوط زي ما انت قلت من قدام لحد خط الظهر او حراسه المرمى، واضح قوي ان في يعني جديه وفي اداء بشكل جيد. فاحنا بنطمن جمهور النادي الاهلي على خط ظهره، وزي ما انت قلت ان دلوقتي بقى في بدل المكان 2 و3، يعني بقى عندنا يعني اللعيبه كلها الحمد لله ما فيش اصابات، وده اللي بيطمن كمان جمهور النادي الاهلي وجهازه الفني باستثناء مروان ومحمود وتولي طبعا، يعني حاله او حالتين، لكن الاول اسلام كان العمليه كانت تخض. فواضح طبعا ان الراجل الجزئيه دي ان شاء الله باذن الله السنه دي مش هنشوف اصابات. خط ظهر النادي الاهلي بيطمن بشكل كبير جدا، خصوصا عوده رامي. يعني كمان رامي احنا كنا مفتقدينه بقى لنا فتره كبيره، عوده رامي كمان ان شاء الله وسعد كمان يرجع، فيبقى عندنا قوه ضاربه في حته قلب الدفاع بشكل كبير. كابتن شريف، الناحيه الهجوميه في النادي الاهلي شفتها ازاي امبارح؟ يعني الحقيقه ما شاء الله، يعني كل اللي انت شايف الاطراف اللي انت بتقول، محمود وحيد وازارو امبارح بيعمل عرضيات جميله جدا، فبيلاقي اكتر من لعيب موجود جوه ال 18. اذا المدرب ده قدر يمنح اللعيبه الثقه، وقدروا هم كمان، انت عارف لعيب الكوره مش سهل، لعيب الكوره لو شاف المدرب اللي قدامه مش واقف على رجليه وبيفهم وعارف قدراتي انا كلعيب قد ايه، اعتقد بيبقى شكل الاداء في الملعب بيبان، انما اللعيبه كلها حابه الراجل ده وعارفه الاداء شكله ايه، فبيتحركوا بيعملوا كل حاجه في الكوره، كل الامكانيات بتاعتهم المتاحه بيعملوها في الملعب. الحقيقه هم شايفين ان هو واقف وقاري وفاهم، حتى تغييراته موضوعيه جدا. يعني فالناحيه الهجوميه انه بيقدر يطعم صلاح محسن مع ازارو مع دخول بقى اللعيبه اجاييه، و حتى الاطراف بتاعتك بتلاقيها كتير قوي بتبقى جوه ال 18، احمد فتحي ومحمود وحيد، علي معلول، رمضان صبحي لما بيلعب. فانا الماتش ده بالذات الحقيقه الحاله الهجوميه كانت اكثر من رائعه. يمكن عشان انتوا زي ما انتوا بتقولوا الفريق اللي احنا بنلعبه
مديني ثقه ان هو مش الفريق الجامد قوي، لان انا شفته سريع جدا في التصرف، انما خبراته قليله قوي داخل ال 90 دقيقه. عنده سرعات، عنده اتاكينج، جايب مفهوم ان هو يهجم على النادي الاهلي وحاول، انما ثبات النادي الاهلي بدفاعاته بنص ملعبه. عندنا لعيب هايل امبارح اتفرجنا عليه، ديانج، ده مكسب كبير ان شاء الله يكمل بهذا الشكل. محمود وحيد الامدادات اللي كانت، انا بتفرج على لعيب كوره امبارح على تقيل قوي، يقدر يعدي امتى وده مع احتفاظه بالكوره السليمه ومفيش ميز باس كتير. ده كان برضو من احد العوامل الجميله جدا، ان انت الفيرود بتاعك حاسس بامان من نص ملعبه، نص ملعبه مديله وموفر له ازاي يقدر كل كره بتجيله يقدر يتصرف فيها، وفي زياده عدديه كتيره جدا في خط 18، لدرجه ان انا وانا بتفرج في الاستاد امبارح ما كنتش عارف مين فيهم داخل منطقه الجزاء من الفراوده او من الهفات او من الدفاعات او او او، ففي تغيرات وفي حركه تحركات كتيره قوي، هي دي اللي بتمثل لك حركه الفوز. انت ما تقولش انت كسبت 4 امبارح، انت كنت ممكن تكسب 4 امبارح وتقدر تكسب كمان 5-6-7 اجوان رايحين. تختلف عن التلفزيون، المشاهده في الاستاد تختلف عن المشاهده في الواقع. انت لا لقطه التلفزيون بتبقى جايه لك مريحه، انما انت في الاستاد الحته اللي فيها الكوره بس الحته انت بتجي لك في الاستاد قبل الكوره ما تتلعب، انت بتبقى باصص على الراجل اللي رايحه له، هل هو اوف سايد، هل مين اللي اتحرك، مين اللي راح عمل السويتش، مين اللي كان المفروض يسقط له تحت. احمد الشيخ لازم يصعد، انت النهارده بتقول الدفاعات بتبقى من قدام، احمد الشيخ كان بينزل تحت من اول بتاع بيساعد مع احمد فتحي والنادي، يعني في حاجات في حاجات انتوا اتفضلتوا وقلتوا على الراجل ده، الراجل ده لعيبه الكوره لعيب النادي الاهلي، ارى ان هو معاهم مدرب بيفهم، معاهم طقم الحقيقه بيشتغل وبيشتغل كويس جدا، وبقى في ثقه كمان يا كابتن، يعني في ثقه ان انا النهارده هلعب بكره مش هلعب، الراجل ده بيفكر صح، الراجل ده مش جاي عليا، الراجل ده فير وعادل، واكتر حاجه ان انا احس ان انا في امان مع المدرب ده، فانا كمان كل اللي عليا ان انا ماهر اتمرن ومحدش هيزعل. محدش هيزعل، واضح قوي. اسلام كان بيتكلم قبل ما نطلع بيقول ان يعني اللعيبه ممكن حقيقة انها تزعل، لكن واضح ان لعيبتنا اسلام يعني مقدره هذا الكلام، وممكن يبقى زعل انا من حقي ان انا اطمع ان انا اخش في النجاح، ان انا اشارك في النجاح، ده السعر الايجابي مش خاص ايجابي. انا بتكلم لما كنت بتكلم في الانترو كنت بتكلم عن اللي هيحصل الفتره اللي جايه. الفتره اللي جايه هتلاقي ان كل من لا يشجع النادي الاهلي بيعمل ايه، بيحاول يضرب الاستقرار، لان انت لو جيت لي في الملعب النتيجه بتبقى على اسلام، هم بنسبه كمان كبيره جدا معروفه ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يكسب اي حد في ظل هذا المستوى. اللعيبه فاهمه مش هتقدر لاعب يقدر يلعب كل الماتشات، مش بتكلم على اللعيبه، انا بتكلم على الجمهور. الجمهور طبعا كمان واضح بالنسبه له ان في شكل جديد قوي حصل على الارض، ما في ثقه، يعني النهارده الناس وهي بتتفرج حاسه ان كل مركز فيه 2-3، حاسه ان حتى اللي بينزل وبيعوض الجمال اللي كان علي معلول بيعمله، محمود وحيد بسرعته بالاداء وبالثقه وبالتفاني، الراجل بيدي كل عنده، ربنا يعني خصص لينا مواهب اللي هي بتخلينا جوه الملعب. انا النهارده راجل بعرف اعدي من واحد وارقص واقدر اجري واقدر اعمل عرضيات، نفس الكلام معلول بس بعينه بشكل تاني، بسبورت تاني مع رمضان صبحي، غير مع حسين الشحات. حسين الشحات ليه اسلوبه، ليه طعمه، ليه اداؤه في الكوره، امتى بيرقص، امتى بيعدي، امتى بيعمل، امتى بيجيب جول، امتى بيخش جوه وبيطلع بره، كل واحد ربنا مديله حته لو نفذها خلاص يبقى التيم كله بيتكامل مع بعض. اعتقد انه زي ما انتم بتقولوا هيبقى صعب قوي الاختراق جوه فرقه النادي الاهلي. هو الحقيقه بالمناسبه دي اللجنه الفنيه اللي اختارت، الحقيقه اللي اختاروا اللعيبه في فتره ما كانش ليها فيها المدير الفني لسه جه، اختاروا مجموعه من اللعيبه في كل المراكز، بقت في منافسه غير طبيعيه بينهم في الملعب، اي 11 من ال 25 لعيب بيلعبوا يقدروا يؤدوا بطريقه جيده، والدليل الماتش الاخير. يعني في كل مركز، يمكن سمعت الكابتن اسلام في بدايه الحلقه بيعدد اللعيبه اللي موجودين في كل مركز، مفيش تخمه في مركز معين، لا في الباك اليمين في احمد فتحي وفي هاني، اي واحد منهم يلعب هيأدي، في علي معلول ومحمود وحيد اي حد منهم هيأدي. المساكين كانت عندنا مشكله، بقت في ما شاء الله رجوع رامي ربيع ادانا قوه دفع جميله، حاجه جميله. سعد سمير جاي موجود، ما اعرفش اسلام كابتن ابراهيم انتوا شفتوا تمرين بتاع الراجل كان ليك حظ ورحت النادي او سمعت او كلمت او سالت؟ يعني سالت الراجل اللي عنده اسلوب يخلينا كلنا بنبقى عايزين نتفرج على التمرين، خلى اللعيبه كلها بدل ما يشوفهم في مباراه رسميه، لا ده بيشوفهم في كل تمرين بيعمله، هو عايز منهم ايه ويختار منهم ازاي ويشوف حاله اللاعب المصاب او السليم او اللي هيأهله المباراه اللي بعدها. وبعدين احنا كل 3 ايام ماتش، فمن الطبيعي قوي ان حاله التغيير اللي هو بيعملها دي والتغيير
التدويره اللي بيدورها جوه الملعب دي طبيعيه جدا، وخاصه لما يكون معاه كل لعيب متقارب جدا مع مستوى اللعيب التاني. فاحنا ربنا كله بالتوفيق يعني، وشر الاصابات يبعد عن اللعيبه كلها. عندك ايمن اشرف ما حدش جاب سيرته خالص، لعيب جوكر. لسه هيتكلم عن المساكين، بيعرف امتى يعمل السلو باس وامتى يعمل سبورت نص الملعب وامتى يزود وامتى. كل ده بتحركات اللعيبه اللي جنبه هي اللي بتعمل له الفرايتي دي، هي اللي بتعمل له الملعب المفتوح ده. واعتقد ان انت بتلعب مع اي فريق، والله مش الفرقه ما جاتش فرقه راحت على الجول فينا وراحت واخدانا واحده في العارضه في اخر دقيقه، كانت هتخلي الحفله مش لطيفه. انما يمكن ربنا اداهم كافئهم على يعني الجري اللي عملوه، بس هم كخبرات في الملعب مش اللعيبه يعني، الديفنس بتاعهم ما بيقفش صح. ولكن كابتن شريف هتقابل فرق زي دي يعني، لا مجموعات انت كفريق فريق قوي واقف على حيلك، ما عندكش مشكله انت تنقل يعني. في هدف من الاهداف لو تقدر تجيبه لنا سمير، الهدف الثالث مش فاكر ولا الرابع، 29 نقله و 30 هدف بتاع ازارو ملعبه بالعرض بتاع صلاح محسن. صلاح محسن حاجه، هو الهدف الرابع جاي للشحات، والشحات راح يحاله وصلاح محسن من لمسه واحده. فبالتالي انت وانت قاعد مطمن ومستريح ان بغض النظر، ما هو على فكره احنا السنه اللي فاتت لعبنا فرقه اقل مننا في المستوى، كسبناها هنا 2-0 واتغلبنا هناك 1-0 خلي بال حضرتك. فبالتالي لا، انت قاعد مطمن، قاعد مبسوط بشكل النادي الاهلي، قاعد مبسوط باللي بيعمله المدير الفني، قاعد مبسوط بان عندك 2-3 في كل مركز او 2 على الاقل في كل مركز ان لم يكن 3. يعني انت عندك محمود وحيد وعلي معلول شفتهم، بس عندك حسين السيد برضه موجود وما شفتوش لسه لغايه دلوقتي، هنشوفه يعني الفترات الجايه. لكن انا بتكلم ان انت كجمهور للنادي الاهلي قاعد مبسوط، وروح اللعيبه مع بعض. دايما الجمهور كان ما بيكتفيش بالنتيجه، الجمهور يقول لك لا احنا النادي الاهلي نمره 1 في مصر، لا لازم النتيجه ولازم في متعه، لازم في اداء. الكلام ده بيحصل دلوقتي في اداء في الماتش امبارح. مش عايز اقاطعك، كل لعيب بيعمل حاجه حلوه جمهورنا يعني. النهارده الجمهور الاهلي بحييه، ال 5000 اللي كانوا موجودين كنا حاسين انهم 50000 كانوا عاملين حاله، كانوا عاملين حاله كده في الدرجه الثانيه. كان موجود في الملعب ويحس احنا جمهورنا الاهلي كمان وحشنا بقاله فتره، وهو وجوده كمان بيدي ثقه للاعبين بشكل كبير. النهارده جمهورنا الاهلي ال 5000 اللي راحوا استمتعوا باربع اهداف، استمتعوا باداء 90 دقيقه. الناس امبارح كانت يا عماد فرحانه بديانج قوي، فرحانه بازارو اول ما نزل، خد تحيه جامده جدا وهو نازل. الراجل اول ما نزل كلنا كابتن الكواليس اللي حصلت هناك، هناك في حاله حب الحقيقه، في حاله رضا. انت في حفله او انت في حاله، حد من الضيوف حتى ضيوف بيتكلموا فرنساوي، بنحاول احنا نخبط معاهم لا بنحاول نرفع معنوياتهم، لهم انتوا فرقه سريعه جدا، انتوا فرقه لسه نوفو يعني جداد على الشامبيون شيب. قلت لهم نوفو، بقول لهم شويه بقى انجلي وشويه فرنسي يعني احنا ربنا مدينا شويه فرنسي وعلى انجليزي، بنحاول نبقى سفره للناس دي ونبقى قاعدين معاهم طبعا. يعني بنحاول نقرب منهم. كنت انا وزكريا والسيد العميد محمد مرجان واستاذ طارق انديل، اعتقد احنا اللي كنا موجودين، وبعض طبعا اعضاء الجمعيه العموميه كتير قوي. على فكره التذاكر امبارح كله كان بفلوس يعني، ما فيش دعاوي اصلا يعني، فالناس كلها حابه انها تبقى موجوده وليها تواجد. فكانت حاله حب فعلا بتترجم من الاداء الجميل اللي احنا شفناه ده كمان. فتلاقينا احنا كمان ابتدينا نتفاعل معاهم، مفيش اي حاجه حصلت، الجمهور كله بشكل طبيعي، الدخول، الامن، استقرار. احنا حاجه تانية بصراحه، انا لما رحت امبارح حسيت يا استاذ احنا حاجه تانية بجمهورنا بالبتاع، تخش لدرجه ان انا قلت مفيش جمهور وانا جاي وانا رايح، ما شفتش حد كتير يعني. لما دخلت الملعب، لما انا ما احسش بالناس اللي داخله دي في انسيابيه ومفيش اي مشاكل والناس كلها حابه بعض والامن بيسهل لكل واحد يخش، فدخلت لقيت الملعب زي الماتشات ده، كل الناس جوه يعني. الليمون هنا عند الكابتن شريف لقيت الدنيا كلها موجوده، فهمتني ازاي؟ فدي حاله بحب اشوفها على طول، واحب اشوفها في الماتشات المهمه والادوار اللي جايه. احجز لي مكان بقى الماتش الجاي. نتمنى الامن بقى يساعدنا ان هو يزود الاعداد شويه يعني، يوافق ان يزود الاعداد. لا كابتن ابراهيم، الامن من يعني نفسهم ان الاعداد تزيد، كل حاجه نفسهم ان الاعداد تبقى كويسه، ونفسهم ان كل حاجه، ولكن هم اللي ليهم يعني. دايما انا بقول الكلمه دي، ان احنا الامن ما لناش علاقه، لانه في النهايه الامن هو عنده حاجات هو عارفها احنا ما نعرفهاش. صح. فبالتالي هو له طريقه، لا امل يعني، انا بقول امل، ولكن هو يعني احنا طبعا كلنا ان شاء الله كل حاجه جايه باذن الله يعني، كل حاجه جايه نتمنى نشوف جمهور كل حاجه هتيجي نتمنى، لكن ان شاء الله الفتره الجايه. وهو سبب الابداع
الجمهور طبعا. اللعيبه لما اللعيبه لما بتلاقي الجمهور وبتشجعهم بقول لك على حاجه. ديانج ده اول ما عدى من 1 و2 و3 و7 طبعا بقى عنده ريسيرف كتير خدت بالك وتقل ويموه ويعمل طلع الكره اللي عنده فجاه. انا كاول واحد مره العب مع فرقه كبيره وبقدم نفسي وكمان برضه ما تبقاش عندك الثقه العاليه دي قوي. والفرقه الثانيه على فكره ما كانتش سهله ده بسرعة جدا وبيخشوا وتاكلينج وعايزين يبرزوا شخصيه ان هم منافس يعني. كانوا في الملعب كابتن شريف بيعمل حاجه بيستلم في اتجاه السكه اللي رايح فيها يعني الاستلام استلام في مع تقل الارضيه دي كمان في الاتجاه اللي رايح فيها كابتن ابراهيم يعني بيستلم يا اسلام وشايف يروح لقدام بص يحط الكره قدامه يعني بيسندها بشكل كبير يعني عايز يلف. وانا متهيألي برضه ان الماتشات اللي جايه بتاعت الدوري وافريقيا لما الامور تبقى بتلعب فرقه جامده انا متهيألي انه هيظهر بصوره احسن. ده خلى يعني عمرو سليه عنده امكانياته احسن من كده بكتير. كده كتوريم واضح كمان انه عنده تصويبات من خارج ال 18 كل شويه بيحضر وبيشوط فواضح كمان ان دي ميزه مفتقدينها احنا من بعض العناصر في نص الملعب عندنا محتاجين حته التصويب. واضح قوي انه كمان عنده التصويب وفجاه لقيناه سابق سنتر فيرود يعني كمان منطقه الجزاء سابق السنتر فيرود المشاركه بتاعته مشاركه فعاله ما فيش اي قلق فيها وبيرد بسرعه وسريع جدا وشكله سمير جاب لنا بقى كابتن شريف ما شاء الله اختيار موفق يعني بقى نحط الخطه فوق بقى انا وزكريا وسمير الماتش الجاي حط خطه فوق بنحط الخطه او بنتكلم عن ديانجا او بنتكلم عن اي حد. لا انت فاكر بس مش عايز تقول انا لا ما الكلام كان كتير بقى يا اسلام. لا انا بقول لو كان اسلام معانا دلوقتي بيذيع من هنا بعزمنا معاك بعزمنا معاك يا كابتن شريف. كابتن ابراهيم انت كابتننا الكبير. طيب بالتالي حضراتكم مبسوطين بشكل واداء النادي الاهلي؟ لا حاجه جميله. حته التدوير كمان حاجه جميله ان دايما احنا بنتكلم عليها حته المنافسه هتخلق منافسه بين اللعيبه ودي بتزود المستوى الفني بين اللعيبه. هيبقى بعد كده هو محتاج يحط ده ولا يحط دوت في احتياط. انا الحقيقه حاسس بطمانينه طبعا حاله طمانينه طبعا اداريا طبعا كلنا مرتاحين طبعا مستوى لاعبين وجهاز فني حاجه جميله جديد علينا. انا راجل مطمن وعارف باي اداء هو دلوقتي لما هيعمل اي تشكيله اسلام جديد. انت شباب عندك غربه لا هتقول فعلا الفكر ده انا 1 2 3 الراجل ده ما تبقاش تسالنا ما تبقاش تسالنا يا اسلام بعد كده التشكيل لان احنا هنختلف هي بقت ماتش وماتش هنختلف هنحتار كابتن ماهر. بس لما تيجي الورقه هي الورقه عملتوا فيها ايه يا جماعه؟ احنا انا جبت ماتشين جامد انا كسبان في البوله اللي فاتت متاكد هاخد 100 جنيه دلوقتي من انا جبت ماتشين درون 200 جنيه من لا انت ما قلتش يا كابتن زي عندك انت كاتب انا كاتب تدور كاتب انت في الموضوع ده فعلا انا عندي ماتشين درون ماشي طب ماتشين بس الكابتن مارجاب كله جاب كله الكابتن مارجاب ياخد العلامه الكامله الكابتن الكابتن مارجاب العلامه الكامله لا والله والله امال انا بهنيك و100 جنيه مني كمان استنى كده والله لازم نديك ال 200 جنيه على الهوا كده على الهوا 200 جنيه ولا 100؟ لا احنا كنا متفقين على كام؟ هي عشوة لا هي اللي تطلع بقى اللي تطلع ما بهزرش اللي تطلع الاول اللي تطلع الاول انا شايف ال 200 اللي طلعت الاول ما اقدرش اقول لا مش طماع ما اقدرش اقول لا مش طماع ما اقدرش خلي طلع دي ليا انا ماكش انت ماشي كده يا كابتن ده احنا على يا جماعه 200 جنيه اهي هتروح للكابتن ماهر همام هيجيب لنا بيها حاجه بعد الهوا. طيب دي للذكرى ذكرى يا سلام دي مكتوب خلي بالك خلي بالك مكتوب عليها 5000 جنيه للذكرى الخالده 200 جنيه دي مكتوب عليها 5000 جنيه للذكرى الخالده. بص يا كابتن ماهر اسلام مكتوب عليها ايه بذمتك؟ 5000 جنيه مش انا اللي كاتب على فكره دي جايه من عند ربنا كابتن اسلام الذكرى الخالده كابتن اول مبلغ خدته من النادي الاهلي كام يا كابتن ماهر؟ اول مبلغ خدته من النادي الاهلي كام يا كابتن ماهر؟ اول اول مبلغ خدته كان مونشن جلادباخ كابتن ابراهيم يفتكر عشان انا كنت الكابتن كنت كابتن وانا لعبت كنت طالع من 19 سنه كنت اول مره العب طبعا مع فريق اول قدام 130000 كانت 80 جنيه 130000 80 جنيه عشان تعرف بس فاكر كانت الورقه ال 10 جنيه اكبر من الورقه بتاعت كان مين مدير كوره كان الكابتن عزت ابو الكابتن عزت ابو كان 80 جنيه كانت المكافأة الماتش ده بالذات انا كنت الكابتن اول الماتش الوحيد اللي لعبته كابتن ماتش ده كان مش كان بطل اوروبا كان جاي وكان جاي واخد الدوري وكاس هناك ولعب مع الزمالك كسب 2-0 وبعدين احنا المباراه الثانيه كانت الاهلي خرجت 2-2 فالكابتن عزت اقر لكل واحد 80 جنيه 80 جنيه دي كانت حاجه كبيره بقى يا كابتن طبعا جدا جدا العقد بتاعنا مش عايز اقول لك كان كام بس لا قول يا كابتن قول 12 جنيه
طب ما 12 جنيه يعني دلوقتي 12 مليون. العقد بتاعنا كان 12 جنيه في الشهر. يعني يوم, يوم ما تتنظم وتكسب الماتشات كلها وكل الماتشات بتاعت الدوري بتاعت الشهر بال 12 جنيه وكده. اما كارت ممكن كان كيلو اللحمه بكام؟ ممكن توصل 90 100 جنيه تبقى جامد قوي والله. كده انا فاكر كان عقد يا اسلام في الناشئين انا عقد يا كابتن ابراهيم مع فرقه 19 سنه انا فاكر كانت 10 جنيه 10 جنيه في الشهر. وانت يا كابتن شريف انا درجه اولى ولا ناشئين ولا درجه اولى بقى 120 جنيه اول عقد يعني بعد كده اول اربع ماتشات كسبناهم فانا كنت لعبت 8 ماتشات فابتديت اتعامل زي ادام عديت 8 مباريات انا لعبت 8 مباريات لعيب اساسي فجاه لقيت بيقولوا لي روح عند عم حلمي ليه في ايه ان شاء الله قالوا لي ليك قبض ما تعرفش ما اعرفش كام فخدتهم عديتهم كده الله يرحمهم طبعا احسن اليهم كلهم قلت له 120 جنيه 120 جنيه عملت بيهم ايه طيب؟ تفتكر؟ خدتهم لاهلي يعني خدتهم لوالدي وحطيتهم كده قلت له دي اول فلوس ده اول مبلغ انا اخده وسبتهم عند والدي وامي فوالدي قال لي لا انا حوش بس ونجيب لك بيهم عربيه كويس ان انت عملت كده بس وفعلا والدتي خدت اللي انا كسبته طول السنه لان انا لعبت تاني سيزون يعني وجابت لي عربيه على الفلوس النادي الاهلي الدياني وكنت اول لعيب اركب المازدا فاكر جيت لهم بعربيه يعني. ايام وذكريات جميله جدا. طيب بما اننا بنتكلم او اتكلمنا كتير عن اليو ديانج خلينا نروح نشوف تقرير عن طيب لغايه لما يجهزوا لنا التقرير ديانج خلال هذه المباراة من الناحية الهجومية كان واضح بشكل جيد ولكن أيضا كابتن إبراهيم من الناحية الدفاعية لا هو الحقيقة عنده إمكانيات سواء في الناحية الدفاعية أو في الناحية الهجومية والحقيقة الحتة اللي بيتكلم عليها ماهر همام دي ميزة عنده وهو بيستلم بروح للاتجاه يعني استلام بترقيصة بحيث بروح واخد الاستلام بترقيصة بحيث يبقى الأمور سهلة بالنسبة له فهو عنده حاجات كتيره هو بس اول ماتش برضو انا متهيالي امكانياته اكتر من كده يعني هيدينا اكتر من كده سواء في الناحيه الدفاعيه او في الناحيه الهجوميه وبعدين الناحيه الجسمانيه عنده مساعده عنده سرعات عاليه جدا وبيتحرك بدون كوره كتير جدا داخل ال 18 وبيرجع يعمل الواجب الدفاعي لا الحقيقه اللي اختاره وجابه النادي الاهلي بياخد مكافأة الحقيقة. خلينا نطلع نشوف تقرير عن اليو ديانج ونرجع نكمل مع حضرتك. بدأ اليو ديانج مشوار تألقي بالفانيلة الحمراء سريعا عندما نجح في خطف الأنظار خلال مشاركته الأولى كلاعب أساسي في تشكيلة الفريق أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية مما جعل الجميع يراهن عليه ليكون إضافة كبيرة لخط وسط الأحمر خلال الفترة المقبلة. اليو ديانج الوافد الجديد لنادي القرن الإفريقي لم يكتفي بتسجيل هدف مميز بل قدم سيمفونية كروية ولا أروع على المستوى الدفاعي والهجومي تخللها جانب من المهارة الكروية والقوة الجسمانية جعلته خيارا مفضلا لدى العديد من عشاق الأهلي في المباريات المقبلة أن تلعب في الأهلي الذي يعد النادي الأفضل في إفريقيا والشرق الأوسط وينافس أكبر أندية العالم على التتويج بالبطولات ليس أمرا سهلا هكذا وصف ديانج شعوره بعد هدفه في كانو سبورت حيث يرى أن ما وصل له من تألق يعود لجهود زملائه بالفريق وتعليمات مدربه متمنيا أن يواصل السير على نفس المستوى أو يصل لما هو أفضل من ذلك وهذا بالطبع لن يكون مفروشا بالورود في ظل المنافسة الشرسة مع زملائه بخط الوسط ديانج لم يتألق فقط داخل الملعب لكنه كان ناضجا في تصريحاته عقب المباراة هي تنم عن شخصية قوية ومتزنة ستكون بمثابة إضافة على كافة المستويات يكفي أنه في أول ظهور أساسي له خلال 90 دقيقة مرر الكرة إجمالا في 64 مناسبة كان منها تمريرتان خاطئتان فقط بنسبة دقة بلغت 96.88% نجح ديانج في الاستفادة من سرعته وقوته البدنية في المراوغة في 5 مناسبات كانت 4 مراوغات منها بشكل صحيح أغلبها في وسط الملعب لم يكتف ديانج بالمراوغات بل حاول على المرمى في 3 مناسبات
استغل واحدة هز منها الشباك. وفيما يخص استعادة الكرة فقد نجح ديانج في استعادتها 14 مرة كأكثر لاعب استعاد الكرة في الملعب مقابل فقدها 4 مرات. وجاء تألق ديانج فنيا وظهوره بهذا المستوى القوي بدنيا وامتلاكه للمهارات في الدفاع والهجوم ليجعله حلا سحريا لسويسري ريني فايلر المدير الفني للأهلي خلال الفترة المقبلة. كابتن إبراهيم، فايلر هيفكر في مباراة الإنتاج إزاي؟ خلاص خلص 4 مباريات، منهم بطولة ومنهم بداية الدوري ومنهم البطولة الأفريقية، حاجة ثالثة النهاردة أو يوم الأربعاء القادم بداية أو تاني مباريات الدوري العام. الحقيقة بعض اللعيبة اللي لعبوا الماتش الأخراني الأفريقي الحقيقة أدوا أداء أكثر من رائع الحقيقة، وقدموا لنا سيمفونية أكثر من رائعة، وريح مجموعه من اللعيبه اللي ادوا الماتش الاولاني. فلما تيجي تحط نفسك مكان فايلر فيه حيره دلوقتي، كل اللعيبه المستوى الفني بتاعهم هايل، استوعبوا التكتيكس بتاعه، بيلعب باكثر من طريقه كلهم استوعبوها، تنوع الهجمات من ناحيه اليمين ومن ناحيه الشمال والانسجام الواضح المال لاصحابه. ف بالظبط عشان كده قلت كل عاوز برد الفلق. يعني الراجل ده كل ما كنا نتمناه الحقيقه حصل من عند ربنا اكتر من كل مجموعه اللعيبه كمان مشجعاه انه ينوع في طرق اللعب بتاعته. دخلهم صح يا كابتن ابراهيم، دخلهم صح، بيقدروا ينفذوا كل طرق اللعب. في طرق لعب مختلفه دلوقتي. اهم ما يميز ريني فايلر خلال يعني القراءات عنه الفتره اللي فاتت ان هو عنده علاقه صداقه مع اللاعبين، مش حبوه جدا. بتكلم خلال الفتره اللي ما قبل النادي الاهلي لما كان في اندرلخت، الناس كلها كانت بتتكلم ان اللعيبه كلها كانت زعلانه جدا وهو ماشي من اندرلخت، من هناك من اندرلخت. اتفق قوي المدير الفني محبوب من اللعيبه. اللعيبه لما بتنزل عايزه تعمل كل حاجه عشان ترضيه الاول وبعدين يرضوا نفسيهم. فحته الحب اللي اتعملت بسرعه دي انه دخل جوه الاسره، دخل جوه اسره النادي الاهلي اللي احنا دايما متعودين عليها، واللي كابتن شريف اتكلم فيها في بدايه كلامه، قال لك حته الحب عائله الاهلي كون انه دخل فيها بسرعه، ده يعني قمه النجاح اللي عملها في الفتره الضيقه اللي هو اشتغل فيها دي. كابتن ماهر، عندنا مباراه يوم الاربعاء، مباراه مهمه، وبعدين عندنا مباراه اخرى يوم السبت في اقل من حوالي يعني 72 ساعه، اقل من 72 ساعه. يفكر ازاي فايلر في المباراتين؟ لان انا متخيل ان مباراه الانتاج مش هتختلف كتير عن مباراه الاسوان، الفرقتين طبعا اقوياء وكل حاجه، ولكن انت محتاج تفكر فيها ازاي. بص اسلام، واضح ان هو يعني بروفيشنال، يعني بياخد كل مباراه واخد بالك، يعني هيفكر في الانتاج بس. بالظبط بالظبط، هو ده الطبيعي يعني للمدير الفني الواعي، المدرب الفني اللي عنده طموح، المدرب الفني اللي بيفكر بشكل كبير جدا. هو كل تركيزه اللي انا عارفه عنه خلال الفتره اللي فاتت ديت ان هو عنده الاعداد الذهني ده مهم جدا بالنسبه له، ان هو يشوف الخصم يتفرج عليه مره ومرتين وثلاثه، وبعدين يبدا يقيمه هو وجهازه، وبعدين يبدا ينقل اللاعبين عشان يعيشهم معاهم. وزي ما انت قلت ان بعض المدربين زي مستر مانوش جوزيه بيلاقي الدوافع، اللي يخلق الدوافع للعيبه اللي تقدر تستمر عليها. فاحنا النهارده دي كمان حته مهمه جدا نفسيا، انك انت ازاي تحط لعيبتك على طول في المكسب، ان كل مباراه عايزين نكسبها، كل مباراه هي دي اللي هتدخلنا تدينا الدوري، كل مباراه هي دي اللي هتوصلنا لنهائي افريقيا، كل دي المباراه اللي هتدينا افريقيا. هو برضك من ضمن الكوتشات اللي عندها الدوافع دي، وبعدين بيختار العناصر اللي تقدر هي اللي تتعامل مع هذه المباراه من ناحيه التشكيله. رابع حاجه بيفكر في طريقه اللعب. احنا هنفاجئ منه برضك زي ما الشريف قال، ممكن يلعب راسين حربه، يعني وارد. انت كنت مبسوط امبارح يا كابتن شريف لما نزل صلاح؟ لسه هقول لك ان هو سعيد جدا امبارح ان الراجل كان بيلعب راسين حربه وليد وصلاح، وده يمكن كل الحالات اللي قبل كده او في فترات مع بصرتي كان الشريف بيطالب ان احنا ليه ما بنلعبش براسين حربه. لا ابدا، انت ما كنتش هتخش جوه منطقه الجزاء
باكتر من عدد مش هتقابل الكره يعني مجهود اللعيبه اللي بتروح لغايه الاطراف دي مجهود كبير جدا انك بتبني الهجمه. احنا بنينا احلى جون انت بتقول انا اعتقد ان ده احلى جون احلى جون زي برشلونه كده ما كانت ساعات كانت بتعمل اهداف زي دي بس اما يبقى عندي هذا الشيء على طول كانوا بيعملوا اهداف زي دي مش ساعات وبعدين طرق اللعب كمان شريف كابتن ابراهيم لانه هو راجل حاطط ايده على الجديد وعنده لعيبه عندها المرونه التكتيكيه تقدر تساعده. فالنهارده ممكن نلاقي طريقه 4-2-3-1 وممكن نلاقي طريقه 4-3-3 وممكن نلاقي طريقه 4-1-4-1 وممكن نلاقي طريقه 4-4-2. انت معاك ما شاء الله يعني ذخيره من اللعيبه عندها بيساعدك بشكل كبير جدا. فاي طريقه اسلام هتطلب من هؤلاء اللاعبين انا متاكد هتنافس دفاعين وهجومين بشكل ايجابي وبشكل كبير. طيب خلينا نشوف برضو تقرير عن انطلاقة فايلر القوية مع النادي الأهلي ونرجع نكمل مع ضيوفنا الكبار. يوما بعد الآخر ينجح سويسري ريني فايلر المدير الفني للأهلي في كسب دعم ومساندة جمهور الفريق على خلفية النتائج الرائعة التي يحققها المدرب الشاب مع المارد الأحمر محليا وأفريقيا وذلك منذ توليه المسؤولية قبل 30 يوما تقريبا. فايلر حقق 4 انتصارات على التوالي للمارد الأحمر على المستوى المحلي والإفريقي لم يعرف سوى طعم الانتصار فقط. أصبح فايلر هو أول مدرب أجنبي للأهلي يحقق الانتصار في أول 4 مباريات له وذلك منذ الأسطورة مانويل جوزيه في ولايته الثانية مع المارد الأحمر. بداية فايلر مع الأهلي كانت خارج الديار في مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا ثم حقق بطولة السوبر المحلي بالفوز على الزمالك 3 أهداف لهدفين قبل أن يستهل رحلة الدفاع عن لقب الدوري بالفوز على سموحة بهدف نظيف في الجولة الأولى للدوري وأخيرا هزم كانو سبورت في إياب دور 32 ببرج العرب برباعية نظيفة. يقود فايلر الأهلي بشكل رائع خاصة وأن معظم اللاعبين تقريبا شاركوا مع الفريق حاليا وحصلوا على فرصة وهو ما يفسر سر عدم ثبات التشكيل خلال المباريات الأربع التي خاض الأهلي تحت قيادة المدرب السويسري. يسير الأهلي تحت قيادة فايلر بخطى ثابتة للغاية محليا وإفريقيا فالفريق يقدم عروضا جيدة لا يعرف الخسارة حتى الآن كما أن العملاق الأحمر بات لديه نزعة هجومية واضحة بجانب إعادة فكرة الفوز خارج الديار التي اختفت فترة قبل زمن رينيه فايلر. نجح فايلر في علاج أزمة الإجهاد التي عانى منها الأهلي كثيرا خلال سياسة التدوير التي بدأت تؤتي ثمارها بشكل واضح من خلال تفوق البدلاء هو ما كشفت عنه مباراة الإياب أمام كانو سبورت التي شهدت تألق لاعبين لم يحصلوا على فرصة المشاركة طويلا أمثال محمود وحيد الذي تألق في الجبهة اليسرى أمام بطل غينيا الاستوائية كذلك المالي أليو ديانج الذي فرض نفسه بأدائه الجيد في وسط الفريق المؤشرات تصب في مصلحة فايلر الذي بات يحظى بدعم ومساندة من الجمهور الأهلاوي بسبب النتائج الجيدة مع الفريق منذ توليه المسؤولية للمرة الأولى أمام كانو سبورت يوم 14 سبتمبر الجاري. حضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين الكابتن شريف عمل لنا مشكلة كبيرة قوي يا جماعة ثاني الكابتن شريف عمل لنا مشكلة كبيرة جدا يعني أنا فاكر الكابتن شريف أصغر من الكابتن ماهر بكتير طلع أصغر منه الكابتن ماهر أكبر منه بيوم واحد صح لا. الكلام ده؟ لا لا بماتش أنتوا كمان بتشتغلوني بماتش بماتش يعني لا لا عشان أنا كنت فاكر بيني وبين ماهر من الناشئين وأنا كابتن عليا في الناشئين وطلعنا سنة اكبر مني بسنتين مع الفريق ان انا شاطر ان انا اقعد الحق والعب معاه واخش ابقى محظوظ يعني لا بس انا بس يهمني حاجه عشان انا
انت مش اكبر منه يعني الكابتن مان مش اكبر من بيوم ما كانش يقدر يمسك الكرة لما يلعبها لي انا مش الأول. مش عايز يرد برضه مش ممكن هو بس في اساس في الحياه في اساس في الملعب انا علاقتي انا وماهر عينينا على بعض على طول بسهله الاستلام في على القصه دي اتفضل وهقول لك يعني حصل مداعبه جميله جدا في مباراه من المباريات انا كل اتجاهي مجموعتي بقى مجموعتي مختار عشان زمايل بنقعد مع بعض وشريف لما موجود في الحته الشمال ومحمد عامر كويس الحته اليمين دي فيها مصطفى عبده بقى وفيها فما بروحش صالح ما بروحش اليمين دي فمره من المرات مصطفى عبده فاول في نص الملعب لقيته جاي جاري قال لي يا ابني اتجري تحت اليمين شويه حرام عليك عرفتنا يعني واخد بالك وكتر ما هو اتجاهك شمال بس شمال 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 مصطفى عبده قال لك طب وبعدين طب شمال 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 ليه يعني جان. عشان انتوا حبايبي بقى كنت بس كده طبعا مجموعتي بقى عارف نظام زمان اسلام كنا مجاميع يعني خطيب ومصطفى عبده وفتحي مبروك مجموعه وانا وحمد جمعه ورمضان السيد ومختار وجمال عبد مجموعه شيف عبد المنعم وخارج جد الله ومجد عبد القادر مجموعه بس كل المجاميع دي بتصب مره بتصب في الملعب في الكره الجماعيه اللي الكره الجماعيه اللي كانت بتنتقل فطبعا انا بحن بقى للمجموعه بتاعتي فاتجاهي كله يا كابتن مروان راح ناحيه الشمال هات يمين بقى واحده مصطفى عبده بقى جه بقى طبعا انت عارف مصطفى عبده دمه خفيف يعني حبيبي ربنا يديله الصحه ربنا يديله الصحه قال لي يا ابني كله ناحيه الشمال الشمال يا اخي فقط يمين شويه نروح للفرق المتاهله لدوري المجموعات في دوري ابطال افريقيا بترو اتلتيكو وانجولا طبعا سان داونز من جنوب افريقيا الترجي التونسي من تونس زيسكو الترجي التونسي ما هو اكيد من تونس الترجي الرياضي من تونس زيسكو يونايتد من زامبيا بلاتينم من زيمبابوي نادي الاهلي المصري الرجاء الرياضي المغربي اتحاد الجزائر من الجزائر ومازيمبي من جمهوريه الكونغو فيتا كلاب من جمهوريه الكونغو النجم الرياضي الساحلي التونسي بريميرو دو أغوستو من أنغولا وشبيبة القبائل من الجزائر الهلال السوداني والوداد الرياضي المغربي دول 15 فريق الفائز من مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت دول 16 فريق اللي هيكونوا أو المتأهلين لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا كابتن إبراهيم أعتقد أن القرعة إن شاء الله هتبقى يوم 9 أكتوبر ولكن كل الاسماء اللي قلناها الامور صعبه قوي يا كابتن الاسامي كلها تخض يعني فعلا دوري المجموعات هيبقى قوي جدا لما تيجي تبص في المجموعه الاولى اللي هي متوقعه يعني الترجي التونسي ومازيمبي والوداد والاهلي المصري ده المستوى الاول المستوى الاول اللي هم يعني نيجي بقى على فكره ده مش رسمي كل الكلام مش رسمي المستوى الثاني حاطين النجم الساحلي ده حاجه من احسن الفرق في تونس سان داونز جنوب افريقيا الزمالك لو تاهل بعد المشكله اللي حصلت رجاء المغرب اي فرقه من دول اي فرقه من دول صعبه جدا التصنيف الثالث برضو المتوقع اتحاد العاصمه الجزائر وزيسكو يونايتد زامبيا وفيتا كلاب ده عامل لنا مشكله ده مستوى ثالث فيتا كلاب مستوى ثالث كمان والهلال لا خلي بال حضرتك اصل ده يعني التصنيفات دي مش يعني ممكن يكون فيها تغييرات كثيره جدا ولكن بغض النظر عن التصنيفات ولكن انت عندك ال 16 فريق دول كلهم فرق قويه جدا يا كابتن كلهم ما انا بقول يعني حتى لما قلت انت الاعداد كلها 16 فرقه المتاهلين كلهم على مستوى جيد جدا من الكفاءه والمهاره وحققوا بطولات قبل كده ف يعني يكون ان المجموعه ال 16 فرقه فهتبقى دوري المجموعات الحقيقه على مستوى قوي جدا اللي هيطلع في دوري المجموعات اول وثاني اللي هيتاهل للادوار النهائيه هيبقى فعلا خض مجموعه من المباريات جامده جدا ويبقى فعلا هو اللي يستاهل ان هو ياخد بطل افريقيا يعني. تتمنى مين يا كابتن ماهر لو انت بتفكر يعني تتمنى مين ممكن يبقى معانا انا عايز رقم واحد النادي الاهلي واضعف فرقه فيهم بصراحه اضعف ثلاث فرق بقى انا مش شايف اضعف فرقه مش باينه يعني مش باينه لكن طبعا نتمنى باذن الله رب العالمين احنا الحاله اللي احنا رايحين لها السنه دي ان شاء الله انا شايف ان باذن الله العظيم هيبقى في تركيز كبير جدا من ناحيه مجلس الاداره من ناحيه الجهاز الفني من ناحيه اللاعبين من ناحيه الجمهور حتى جمهور النادي الاهلي احنا بقالنا 6 سنين اسلام بعيد عن البطوله دي فالنهارده مع التدعيمه كابتن ابراهيم اللي احنا اللعيبه اللي احنا جبناها على اعلى مستوى انا شايف ان شاء الله باذن الله العظيم ان احنا قادرين ان احنا نتفوق
على جميع الفرق ديت، خصوصا ان احنا عندنا باع كبير جدا في افريقيا، واحنا اصحاب الثمان بطولات، واحنا نادي القرن، يعني عندنا كل المقومات اللي تساعدنا ان شاء الله السنه دي ان احنا باذن الله نحقق بطوله افريقيا. والبدايه ان شاء الله واضحه، ان تحس ان في اصرار وفي دوافع، اللعيبه فعلا عايزه تعمل حاجه السنه دي باذن الله. كابتن شريف، يعني المستويات قد تكون اختلفت شويه، بمعنى ان الترجي مثلا اتفرجت على المباراه صعد بالعافيه، يعني بيلعب فرقه من تشاد اعتقد، او هقول لحضرتك حاله، لكن من تشاد وكسب 2-1، والجول الثاني اوفسايد، بس هم لهم ضربه جزاء في بدايه اللقاء، لكن الجول الثاني اوفسايد شكله واضح، يعني اوفسايد واضح. فتفتكر ان احنا يعني مش عارف برضو الاسماء، بصراحه اسماء كلها كبيره جدا في افريقيا، كلها اسماء عظيمه جدا في افريقيا، كل واحد في بلده هو البطل. يعني وحسب كابتن اسلام على المسيره اللي انت بتمشي فيها، يعني ماهر بيقول لك انا اتمنى الاضعف والاضعف، مش مساله كده بس، انت هتقابل الاضعف وبعدين هترجع تقابل الاقوى، يعني الشكل استعدادات الفرقه زي ما انت بتقول، الترجي مش في الزقه الاولانيه، احنا السنه اللي فاتت مثلا كان عندنا بونت وبقينا اول مجموعه ودخلنا ووصلنا يعني الى ان وقفنا عند سان داونز. انا اتمنى ان انا اقابل سان داونز السنه دي، حاجه شخصيه ليا انا كشريف يعني، ولا يفرق معايا اي حد بس مجموعتنا يعني. لا انا ما تفرقش معايا يعني، اي فرقه انت هتقابلها او هتجيلك في القرعه، انت خلاص الشكل والمفهوم اللي انت بتتناول بيها دي البطوله السنه دي، اعتقد ان هو شكل قوي جدا، مش باصص انا عايز اقابل الاضعف ولا الاقوى، انا عندي مبدا هاخد كل حاجه بالشكل الاحترافي اللي احنا ماشيين بيه ده. فانا ما يقلقنيش ابدا ان انا اقابل الترجي في الاول، اقابل عندي مستوى اول هيبقى معايا الترجي والوداد ومازيمبي يمكن او نجم الساحلي او اي حد، فالناس دي هتبقى معايا في الاول. انا ما مش هبص لها كده، انا هبص ان انا عندي هدف، هلاعب الاقوى هلاعب الاضعف، هو نفس الشكل، ان هي كل مباراه ببطولتها بالبونت بتاعها، بان انا اطلع اول مجموعه عشان اوصل للدور الثمانيه بقى، وانا عامل حاله، انا جايب 19 هدف في ماتشين، زي خبرك ما سان داونز جاب 11 11، بس انت جايب 19 في ماتش واحد، انت وانت جايب في ماتشين 13 هدف، 9 و4 والماتش ده كان كسبان 5، يعني هو جاب 16 هدف برضه. احنا جايبين 19 هدف، حاجه مش قليله، عندنا من الامكانيات الحمد لله انك انت تواجه اي حد. هو البطل دايما بيبص انه هياخد الاول، فما بيهموش المنافس، المنافس ده انا نفسي اي منافس يبقى موجود، احنا سان داونز انا طول عمري بعدي على سان داونز، طول عمري بكسب سان داونز طول عمري، هم لما يبقى عندنا حاله حصلت في بطوله او في ماتش، احنا هنا برضو ضيعنا 7-8 جوال، يعني احنا كنا ممكن نكسب هنا زي ما احنا عايزين، وهم هنا قعدوا يلعبونا على القد كده وبيضيعوا وقت وكل واحد يقع شويه يعني، والحكام طبعا انت فاكر الماتش ده بصراحه يعني انا قلقان جدا 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 من التحكيم الافريقي بعد اللي انا شفته يعني للمره المليون بنقول الكلام ده، لانه موضوع صعب جدا يا كابتن شريف، يا كابتن ماهر، يا كابتن ابراهيم، موضوع صعب جدا. اللي اتفرج امبارح على مباراه الاهلي، احنا مش كسبنا 4 ولكن في 4 اوفسايد اتحسبوا على حسين الشحات تحديدا، ولا واحده فيهم غير ضربه الجزاء يعني، ممنوع انك انت تاخد خلاص حاجه يعني. النهارده اللي اتفرج على ماتش مثلا، اتفرجت على شويه من مباراه بيراميدز، انا اتفرجت عليه الحكم ضربتين جزاء، ولكن حكم قليل، الحكم غير طبيعي، في توجيهات بقى انا ما نعرفش يعني، لا ما نقدرش نتكلم في هذا يعني الموضوع، لكن احنا الحكم نفسه، انا بتكلم ان قد تكون هناك يعني الحكم تغاضى عن حاجات كتير قوي النهارده، مستقوي الاهلي على الفرقه الصغيره، مش عايز يديك حقك، او معايا فرقه يعني مش الاهلي بس، حاسس ان الاهلي قوي جدا على الفرقه زي دي، ف ما دي هو في حكم بيحكم كده يا جماعه، ما هو التحكيم ده عداله، التحكيم ده عداله، هفسر ازاي طيب؟ ايوه لا ما انا بقول لحضرتك الراجل بيتشال خالص من على الارض وبيقع، والراجل الباك مستني انه يدي ضربه جزاء، احنا محتاجين في افريقيا يعني، محتاجين ثوره في التحكيم، لان احنا على الرغم ان انا شفت مثلا في بطوله الامم الافريقيه شفنا، لا التحكيم كان كويس يا كابتن ابراهيم، وبالتالي توسمنا خير، يمكن في دور ال 32 الامور بتبقى، عشان كده احنا بنبحث عن نفسنا فقط، ان احنا بكل قوتنا باذن الله نقابل اي حد باذن الله، زمان زي زمان يعني. كابتن ابراهيم احنا كانوا يقولوا لنا اسلام ماتشات بره دي يعرف ان انت خسران مغلوب 1-0، وغير كده كمان يعني انت هتلعب ضد 11 و3 لابسين اسود ضدك،
يعني طول عمرنا شعرنا نعتمد على نفسنا بس. اعتمد على نفسك على ادائك على شكلك على دوافعك. انت نادي القرن، انت اكبر نادي في افريقيا. فكان التملي بيزرع فينا وبتغرس فينا ان عشان تريح دماغك من القصه دي. هو مش هديك ضربه جزاء، هو هيدي ضربه جزاء عليك وما تحتاجش عليها عشان تاخدش كارت احمر. لا، كل ما بتفرض سيطرتك على المباراه من اولها بالظبط، وتقدر تضغط الخصم وتقدر تحقق نتيجه كويسه مهما هيعمل الحكم، مش هيقدر يعمل. كابتن ابراهيم سنه 77 اول بطوله افريقيا لعبناها كسبنا هارت اوف اوكس 1-0 هنا ورحنا هناك احنا لغايه الدقيقه 79 او حاجه و80 بالظبط 0-0 الماتش. خلص علينا بثلاث اجوان ضربه جزاء وطرد فتح مبروك وطرد مش عارف يعني خلصوا علينا في 11 دقيقه. صفاي الراجل الحكم المشهور خلص يعني علينا في 11 دقيقه. ظلم الدنيا فتح مبروك، قال له يا ظالم، قال له ظالم يا فتحي انت بتقول انا ظالم؟ طيب كارت احمر وكان فاضل 10 دقائق. فيعني واضح قوي ان ان ان, إن الحكام لا احنا برضه الثبات الانفعالي عند اللعيبه والخبرات اللي عندهم مهمه جدا في الماتشات دي. يعني يقابلوا الظلم بثبات انفعالي بحيث يبقى كل اتجاههم وكل لعبهم على الملعب بس، ما لهمش دعوه بالتحكيم ولا حاجه. كل ما يبقى انت متزن وانت كل التركيز بتاعك على اللعب بس وعلى الهدف اللي انت نازل تحققه ان انت تكسب، كل التحكيم ده خليه وراها خالص. ما 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 في ثقافه ما تشغلش بالك التعامل مع الحكام برضو. انا لازم هنا الحكم يبقى حاسس بيا ان انا واقف على رجلي وبعرف اتكلم معاه وبعرف اخد حقي. يعني في ماتشات خلصت في لعبه جت في الفار ما حدش شافها، راحوا وقفوا قدام الحكم واحنا طالبين الفار وفرقت في بطوله بحالها. يعني الراجل راح جاب حقه بصراحه، يعني هو خد بطوله. يحمينا في افريقيا ده يعني كابتن الفار، يعني اللي يحمينا في افريقيا دي طبعا وجود الفار. لا الفار بيتعطل في كمان بيتعطل. انا من حد دلوقتي ما عرفتش مشكله الترجي والوداد دي ايه برضه. انا خلصت لا الترجي بطل اللي خرج خلاص. لا الترجي بطل خلاص ده من زمان يا كابتن، يعني ما حصلش اي حواليها اي حاجه ثانيه خلاص. ما بيحصلش بقى خلاص بقى الموضوع انتهى يعني. وبالتالي كل اللي هنطلبه الحقيقه خلال الفتره القادمه ان الحكام بس في افريقيا يعني يبقوا نبعد عن الوداد خالص، يعني اما نشوف مباراه ال دور ال 16 هيبقى الموضوع ان شاء الله. نتمنى ان الموضوع يبقى افضل. يعني كابتن سمير وعثمان كان معايا امبارح مستغرب جدا من مستوى اداء و مع ان في البطوله الافريقيه كان حكام على مستوى عالي جدا على فكره. يعني التحكيم الافريقي كان في الدوره الافريقيه السابقه اللي نظمتها مصر كانت مجموعه منتقاه بطريقه جيده جدا. عارفين الانظار كلها مركزه في بطوله قويه بهذا الشكل 24 فرقه فبيبقى تركيز الحكام اعلى من الحاجات اللي فيها رايح جاي، الحاجات اللي فيها بره اللي فيها جوه. نتمنى الاتحاد الافريقي يوفق في تعيين مجموعه من الحكام في الماتشات المهمه بتاعت افريقيا. اخيرا يا كابتن ماهر، الاهلي قادر ان شاء الله على خلاص صعدنا لدور ال 16، ربنا يكرمنا. ومهما كانت الفرقه الثلاثه اللي معانا او الفرق الثلاثه اللي معانا، الاهلي قادر ان شاء الله ان هو يوصل. انا عندي احساس كبير جدا السنه دي يا اسلام ان شاء الله باذن الله ان الاهلي قادر، مجلس ادارته وجهازه الفني واللاعبين وجمهور النادي الاهلي متشوق للبطوله دي بقى لنا 6 سنوات. فانا شايف حتى مستوى اللاعبين الدعم اللي احنا جبناه خلال الفتره اللي فاتت كل ده ان شاء الله هيتسخر ان احنا نوصل ان شاء الله ان احنا ناخد البطوله هذا العام باذن الله. كابتن شريف، الاهلي بمجموعه اللاعبين اللي موجوده معاه هتحصل جواه مشاكل زي ما بفكر الناس ان انا قلت لكم الكلام ده من بدايه الحلقه؟ هيحصل قدامه مشاكل؟ يعني مثلا انا بسال بقى اسئله سريعه يعني عشان احنا في اخر الحلقه. انا اقصد ان محمد هاني واحمد فتحي مثلا، علي معلول ومحمود وحيد، ما هو اكيد واحد بس اللي هيلعب من واحد هنا واحد هنا. فبالتالي الفترة اللي جاية هيبقى كلها ايه؟ كل ماتش ليه رجاله يعني، وكل ماتش ليه لعبته يعني، وهو الراجل اللي بيحدد الماتشات دي اللي هو بيتفرج عليها. محدش يقدر يلعب النهارده وكمان 3 ايام وكمان 9 ايام، مش هيكمل احمد فتحي ولا محمد هاني لوحده. وبعدين في لعيبة النهارده ولا علي ولا محمود ولا اي حد ديانج ولا عاشور، انما ربنا يكفيهم شر الاصابات اللي هي هتخليك دايما بتبحث عن في مباريات انت بتقابلها قوية وفي مباريات بتقابلها سهلة، في مباراة في الدوري تستاهل ان محمود وحيد يلعبها، وفي مباريات لا ما اقدرش العب غير بعلي معلول ورمضان صبحي. هو ده المستوى الاول اللي انا بكلمك فيه، يعني اللي هو الناس اللي شغاله ورجليها في الملعب وبتقدر تديك انتاج جيد جدا، اللي بيعرفوا يعملوا الثوابت اهداف والعرضيات والحاجات دي، ما دي كلها احنا شايفينها. لما انا اوصل في مستواك يبقى ده مكسب ليا، فاعتقد ان مفيش مشاكل لا وانا شايف ان حاله الحب برضه تكمله للكلام، حاله الحب اللي موجوده داخل اسره النادي الاهلي تلاحظها
مثلا لما احمد الشيخ كان بعيد عن الماتشات شويه ونزل اول ماتش، واول ماتش ينزل راح جايب جول، مين اللي نط عليه؟ اللعيبه الاحتياطي اللي بتسخن، صح، دخلوا الملعب وراحوا حاضنينه. يعني حاله الحب دي في حته الخوف جوه قصه النادي الاهلي، ان مثلا احمد فتحي يلعب او هاني يلعب، لا ما تقلقش منها يا كابتن، ما تقلقش منها جوه قصه النادي الاهلي، والحب اللي احنا اتربينا عليه جوه النادي الاهلي دي ما يتخافش منها. الحقيقه مجموعه متكامله من اللعيبه، كلهم عندهم ثبات انفعالي، وكلهم تحت امر المدير الفني بيلعبوا في اي وقت، وكلهم ان شاء الله باذن الله يحققوا لنا زي ما قال الكابتن ماهر. انا شايف ان الطريق مفتوح قدامنا ان شاء الله، ان احنا نعمل نتيجه في الدوري العام ونعمل نتيجه في افريقيا ان شاء الله. مجموعه مجلس الاداره ووقوفه خلف اللعيبه، جهاز فني على مستوى عالي جدا، مجموعه من اللعيبه منتقاه بطريقه جيده جدا في كل المراكز. انا شايف ان الله يكون في عون المنافسين لينا السنه دي. هو عموما انا مش قلقان، انا نفسي مش قلقان، ولكن انا بقول المخطط اللي ممكن يحصل خلال الفتره القادمه ان يبقى في ضرب ما بين الكلام ده، لان طبعا اللعيب ممكن يبقى زعلان. يعني انا لما كنتش بلعب كنت ببقى زعلان، حضرتك كابتن اكيد انا عايز ابقى في 11. اي حد عايز في تشفى ايجابيه بتبقى، يعني هو خارج، ما انت عارف احمد فتحي بيلعب ازاي، ما بيفكرش الايام دي كمان كبير. يعني بتقول ان الاشاعات واضحه قوي، هو ده انا بقى بقول من دلوقتي، عشان انا قلت في الاول كده قلت لهم النهارده 29 اهو بقول لكم على مجتمعنا، فنتمنى الاشاعات بالظبط بتاثر يعني بشكل او باخر على المجتمع كله، يعني كله راضي. اعتقد ان كل اللعيبه ما راضيين جدا عن اداء هذا الرجل هو الجروب بتاعه، وعايزين مصلحه الواحده اللي هي الفوز. راجل فهم خلاص ماتش الزمالك وهم بيتنططوا بعد الجون الاول.